بالنسبة للكلافيكل، الحقيقة من ضمن العظم اللي بيهمنا جدا ان احنا نعرف الابلايد اناتومي بتاعه. ليه؟ لان الكلافيكل زي ما انت شايفين هنا بتشارك في الترانسميشن اوف ذا ويت اوف ذا ابر ليم. فالابر ليم هنا ممثل بالهيومرس، وبعدين فالويت بتاع الابر ليم بيجي من الهيومرس يوصل لحد الاسكابولا. بعد كده الاسكابولا بتيجي توصل الويت لحد الايه، الكلافيكل، عن طريق حاجة مهمة جدا اللي هي الكونويد ليجامنت وترابيزويد ليجامنت اللي هما بتوع الكوراكو كلافيكولار ليجامنت. فمينلي فبالتالي الويت بتاع الاسكابولا اللي هو بالتالي جايب الويت بتاع الابر ليم يوصل لحد الايه، الكلافيكل. الكلافيكل بعد كده تروح موصله هذا الوزن للمانوبريوم استرنياي عن طريق جوينت اللي هي اسمها استيرنو كلافيكولار جوينت، عن طريق جوينت اسمها استيرنو كلافيكولار جوينت. يبقى ديت اللي هي بنقول عليها الايه، اول جزء من الابلايد اناتومي بتاع الكلافيكل، انها كاري ذا ويت اوف ذا ايه، ابر ليم. نيجي بعد كده الحاجه التانيه اللي انا كنت عايز اقول عليها، ان خطر جدا الكلافيكل دي سب كوتينس تحت الجلد، وفي منطقه دايما الواحد يجي يقع، يا اما يقع على الكلافيكل احتمال كبير، او يفرد ايده فالصدمه تيجي للابر ليم تتنقل للكلافيكل ويحصل فراكشر في الكلافيكل. ففراكشر في الكلافيكل ده كومن، نتيجه دايركت تروما، يعني واحد يتخبط بعصايه على الكلافيكل هنا دي دايركت تروما، او يجي يقع على الكلافكل يتخبط في الكلافكل، او يقع فول ان اوت ستريتش هاند، يقع وهو دراعه مفروده فتتكسر الكلافكل. دايما كسر الكلافكل لو كان ان دايركت بيبقى في اضعف حته. طب فين اضعف حته في الكلافكل؟ اللي هو اتصال الميديال تو ثيرد مع اللاترال وان ثيرد. ليه؟ لان قلنا دي عظمه ليها شكلها مربع او مدور، ودي عظمه فلاتن، يعني الجزء ده من العظمه فلاتن مفلطح والجزء ده مدور، فده اتصال عظمتين. وبعدين في هنا في الحته دي نيوترنت ايه، فورامن، فدايما تتكسر الايه، الكلافيكل هنا. طب ايه خطوره كسر الكلافيكل؟ قال لك دروب اوف ذا ابر ليم. انا قلت لك كل ما انا قاعد ان الويت بتاع الابر ليم بيتنقل من الهيومرس للاسكابولا للكلافيكل للاسترنم، لو اتكسرت الكلافيكل يبقى الويت اوف ذا ابر ليم ما يوصلش لحد الايه، استرنم. الحاجه الثانيه ان كسر الكلافيكل دوت الكات ايدج دي اللي هي الحته مطرح الكسر هترجع لورا، هتضغط على الاستراكشر اللي انا قلت لك عليهم مهمه، اللي هي البراكيال بلكسس والسبكليفيان ارت اللي هيبقى اكزيلاري والاكزيلاري فين والسبكليفيان فين، كل الحاجات ديت ممكن يحصل لها انجري بالفراكشر اوف ذا ايه، كلافيكل. يبقى ده لما يجي يسالني على الابلايد اناتوم ذا كلافيكل لازم اتكلم له على ترانسميشن اوف ذا ويت اوف ذا ابر ليم والفراكشر اوف ذا كلافيكل. لما نيجي للاوسيفيكيشن بتاع الكلافيكل، الكلافيكل دي لازم تكون عارف اشمعنى دي، هتلاقينا دي مركز عليها انا في الاوسيفيكيشن مش مركز على عظم تاني في الابر. اولا دي لونج بون لانها ليه تو اندز وشافت، المفروض الاوسيفيكيشن بتاعها يبقى الاوسيفيكيشن بتاعها كارتليج، دي اوسيفايز ان ممبرين، ات از اي ممبرينس اوسيفيكيشن. يبقى اول حاجه ات از اي ممبرينس اوسيفيكيشن، تاني حاجه ات از ذا فيرست بون اوف ذا بودي تو بي اوسيفايد، يعني اول عظمه في الجسم يحصل فيها اوسيفيكيشن. ودي في الطب الشرعي مهمه جدا، لان في 5 اسابيع تلاقي فيها سنترز اوف ايه، اوسيفيكيشن بانت. يبقى اول حاجه البرايمري سنترز اوف اوسيفيكيشن تبان في الفيفث ويك، بعد كده يتبان في السكندري سنترز في 17 ييرز سن 17، وبعدين في 22 يلحموا مع بعض. لكن لازم نكون عارفين في الاوسيفيكيشن حاجتين، انها بالرغم انها لونج بون لكن الاوسيفيكيشن بتاعها ان ممبرين اوسيفيكيشن، المفروض كان يبقى كارتش لكن هي امبرين. الحاجه الثانيه ان اول عظمه في الجسم يبان فيها سنترز اوف اوسيفيكيشن الكلافكل، وبنقدر نحدد عمر الجنين لما تظهر السنتر اوف اوسيفيكيشن بالايه، الخمس ايه، اسابيع.